لكم انا هشرح كيف لاقي طرحه النادي في منطقه كثير فيها عرض. فممكن الان هذه منطقه عالي، هذه اللي هنا موجوده هذه كلها عواري، واللي هنا غزير، منطقه غزير. شوف 63 هنا، وبعد حيجيك 70، وحيجيك العمق بتزيد هنا 51. هنا عرض طبعا مو باين في الجهاز، طبعا شفته عن طريق السونار. فنروح له ونشوفه عن طريق السونار برضه، تلاقي العرض يطلع مره ثانيه. هذه محطتنا، نوقف وان شاء الله نلاقي فيها ناجح. صلاة على النبي. صلاة على النبي. يا رب حنان.